السلام عليكم ورحمه الله. كيف دايرين؟ كنتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الوغ بالنسبه لاخر فيديو اللي كنت نزلت واللي خدمت معكم في لي سيت دو تابل، دونك بزاف منكم اللي تفاعلوا مع لا فيديو، وبزاف منكم اللي هما سولوا تقريبا واحد سؤال يعني، وبزاف منكم اللي عجبكم اللي عجبته الفكره. وفي نفس الوقت كاين بعض الاخوات اللي هما قالوا لي حفيده بحال جاوبتينا دين فاسون انديريكت، حنا كانوا في دماغنا كنسولوا هذا السؤال هذا، ولكن انت نزلتي هذيك لا فيديو في الوقت اللي حنا كنتسائلوا وكنا كنخمو الى درنا الكوله في التوب واش غادي تبقى مشبره يعني، واش غادي تبقى بينا لا كول على التوب ولا لا. دونك سا طون بيان. وكيف قلت لكم من بين الاسئله اللي جات في التعاليق يعني كلهم يقولوا يا حفيده الفكره زوينه والله يعطيك الصحه وتبارك الله عليك، ولكن قدام هذيك تبارك الله عليك والله يعطيك الصحه كان واحد السؤال اللي كيف قلت لكم كثير بزاف، هو الا توسخ كيفاش ممكن نصبنوه، واش الا توسخ وصبناه ما يخسرش مع الصابون، واش الا درنا الصابون واش يعني تبارك الله يخلي لي المغربيات الحادقات الواعرات اللي كيفكروا في الصابون اول حاجه كيفكروا فيها ملي كيبغيو يتقداو ولا كيبغيو يصوبوا شي حويجه هي الصابون. الا انا صراحه ما فكرتش في الصابون ولا كيفاش ممكن، واش غادي يخسروا ليا مع الصابون ولا ما غاديش يخسروا. جاتني الفكره في دماغي ما جربتها عجبتني ما فكرتش كاريمون صراحه بالنسبه للصابون. الوغ من الاسئله ديالتكم خليوتيني حتى انايا نجرب ونشوف واش مع الصابون اشنو اللي غادي يوقع ليهم. فوالا دونك جربت هذا، جربت فيه الصابون راه غادي يبان لكم بانه مكمش، ما صبنتوش في الماكينه الصراحه، ما عرفتش في الماكينه اشنو غادي يجرى له الا تصبن في الماكينه، ولكن انا جربته بيديا، خويت عليه شويه ديال اتاي، خويت عليه شويه ديال لاصوص لان من بعد فركته غير هكايا بيديا باش غنشوف اشنو اللي غادي يجرى مني غادي نصبنو. دونك كانت هي هذه النتيجه ديال الصابون. دونك هذا راه ما مصبنش، هذا اللي كنت خدمت معكم. دونك كتشوفوا بان التوب ديال التلاطوال راه هي مسرحه، وهنايا التوب راه تيبان راه هو مكمش، ربما الى صلحته يقدر يرجع يولي بحال هذا هكايا، يولي التوب يعني مسرح. صراحه مازال ما صلحتوش لانني انا هنا فتح النوت، دونك ديكو ما جيبش معايا المصلوح، ما عرفتش صراحه الى تصلح، ولكن هانتوما كيف كتشوفوا يعني رجع باقي مقروش، باقي في ديك التقروشه يعني ماشي مرخرخ كيف التوب الاصلي اللي هو دا ديال لا طوال دو جوت، يعني ماشي مرخرخ ولكن بقى قاصح، غير هو خاصو كنظن يتصلح باش ما يبقاوش هاد الهرسات هادو هنايا، لانني انا فركته بيديا باش نشوف اشنو اللي غادي يوقع. نتوما الا خفتو تصوبوه ويخسر معاكم، كل واحد ياخذ غير شوت هكايا عنده لا طوال دو جوت يجرب، الا ممكن تصوبوه في هاد لا طوال دو جوت ممكن تصوبوه في اي توب اخر. هذيك الساعات نتوما يا جربوا كيف قلت لكم غير واحد طريف ومن بعد صبنوه وشوفوا قبل ما تخسروا وتمشيو تخدموا به ولا شي حاجه هكايا. انا بصراحه ما فكرتش في فكره الصابون بيني وبينكم، ما فكرتش فيها، فكرت عجبني انني نصوبهم غنزوق بهم الطبيله ديالتي، وفي التالي قلت نبيعهم علاش لا. وبصراحه خداتهم عليا واحد السيده، ولكن حتى هي ما سولاتش بحالي في دماغها، ما سولاتش على الصابون، حنايا شويه واقيلا معكازات. المهم دونك هذه هي التجربه انا درتها، وسمحوا لي الا ما جاوبتش بلات في لي كومونتير لانني كان عليا ما كانش عندي جواب، لانني غادي نقولوا اليوم كان خاصني نصبن هو الاول وندير التجربه عاد نصبنه. الوغ اليوم الجمعه ان شاء الله، هذه اخر جمعه في سنه 2023 اللي كنتمنى ان شاء الله سنه 2024 تدخل عليكم بالصحه وبالسلامه، وكل ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي. واليوم الجمعه والله يجمع عليكم ويجمعكم مع احبابكم ومع عائلتكم يا رب، ويعطيكم ما ناويين في خاطركم وما احسن ان شاء الله يا ربي، وتكون سنه خير علينا كاملين، وسنه جديده بكل مقاييس ديولها، بالنجاحات ديولها، باللي مريض الله يشافيه، واللي في باله في شي حاجه الله يحققها ليه يا ربي العالمين. دونك تنقول لكم هذا التجربه انا درتها جربت، شوفوا حتى نتوما ديروا تجربتكم حتى نتوما ان شاء الله، حتى نلقاكم ان شاء الله تنظن في 2024. تنقول لكم السلامه عليكم، تبقاو على خير، بوسه كبيره مني لكم كاملين وكنبغيكم كاملين، ويا رب العالمين نشوفكم على خير ونسمع لكم الخبر الخير، وادعوا لي مع ماما الله يشافيها يا ربي ويشافي جميع المرضى المسلمين. السلام عليكم.